بسم الله الرحمن الرحيم. طالب الصف الأول الثانوي، ازيكم شباب؟ احنا النهاردة تمارين examples من المعاصر، نشوف كده مع بعض. question 32: if of x equal x plus 2 where x pointing to the interval negative 4 and 3 then f of x is a positive at x pointing to space. نبدأ الأول نجيب الروت بتاعتنا، نقول let x plus 2 equal 0 هو طالب مني في الإكزامبل بوزيتيف، عايزين نعرف بوزيتيف إيه، فلازم نجيب الروت الفرشة اللي عندنا اللي هي f of x equal 0. هنقول له x plus 2 equal 0 يعني ال x تبقى negative 2، نجيب الروت بتاعنا يطلع نيجاتيف 2. خد بالك بناخد نفس الساين اللي الاكس اللي عندي بوزيتيف، يبقى على اليمين تبقى بوزيتيف والشمال هنا تبقى ايه ليفت، يبقى باي رايت هاند سايد تبقى ليفت، هنا الليفت تبقى نيجاتيف والرايت تبقى بوزيتيف. هو عايز في الاكزامبل هنا بيقول لي، في الاكزامبل يا شباب بيقول لي هنا بوزيتيف، عايزين بوزيتيف. بوزيتيف يبقى فين؟ هيبقى الاكس more than negative 2 لأن عايز هنا بيكون positive، بس يبقى الانترفال بتاعي هتكون from negative 2 to infinity. تمام، يبقى احنا بنعمل straight line ده وبنعمل عليه solve بتاعي الequation اللي عندي. الأول بنجيب الروت بتاعي negative 2 زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بنشوف هنا الساين اللي عندي هتبقى بوزيتيف على اليمين وهنا على الشمال تبقى ايه نيجاتيف، لان الاكس اللي عندي كانت هنا الساين بتاعتها بوزيتيف، يبقى دايما تاخد بوزيتيف ونيجاتيف. لكن لو كانت هنا الساين للاكس اللي عندك كانت نيجاتيف يبقى بتعكس، بتاخد هنا نيجاتيف على اليمين والشمال ايه بوزيتيف. تمام، فتاخد بالك من النقطه دي كويس جدا. يبقى هو طالب منك هنا بوزيتيف، يبقى بعد ما تخلص بتشوف اللينير ريجن اللي بيكون فيها السوليوشن بتاعك او الانترفال بتاعك بيكون نيجاتيف، فهتقول الاكس اكبر مور ذان نيجاتيف 2 يعني اكس بولينج 2 انترفال نيجاتيف 2 تو انفينيتي، دايما بتبقى اوبن عند الايه انفينيتي، وهنا نيجاتيف 2 هتبقى اوبن، دايما اوبن. تمام، لان هو عايز ايه بوزيتيف، قال لي في الاكزامبل بوزيتيف. تمام، نكمل كده مع بعض. يبقى الإجابة بتاعتنا لتر بي. شوف الإكزامبل اللي بعده، بيقول in the opposite figure if A B intersection DC equal E and AE equal 5 سنتيمتر EF equal 3 سنتيمتر and EC equal 4 سنتيمتر DF equal 4 سنتيمتر BD perpendicular BE. The point ABCD lies on the circumference of the circle. Then find the length of FB equal space centimeter. هو طالب مني هنا حبايبي يا شباب، هو طالب مني في الاكزامبل بيقول لي هنا عايز اللينس ال F of B. طب F of B اللي عندي عشان اجيب اللينس بتاعها بعمل ايه؟ لازم ارسم السيركل بتاعي. خد بالك انت عندك لما تعمل درونج للسيركل هتلاحظ موجود عندك ان ال A وال D وال B وال F كلهم على السيركل، تقدر تجيب times between A E and A B، يعني قولوا A E times E B equal D E times E C، يبقى كورد اللي عندي اللي يبقى مكون جوه السيركل يبقى عندي كورد اللي هو A B chord و C D chord، يبقى هم الاثنين يكونوا bisect at one point اللي هي ال E، فتاخد line segment الأولى اللي هي E E تعملها times مين ال E B. تمام، بعد كده تاخد تقول equal E D times E C، يبقى ده الرول بتاعنا. لاحظ ان انت ممكن تجيب الضلع اللي عندك line segment اللي هو E ده من E D من في سقرص، يعني نقول A ايوه يطلع بكام يا ولاد؟ يطلع ب 5 لان ناخد ال 4 باور 2 وهنا 3 باور 2 يبقى 16 بلس 9 ايكوال 25، ناخد الروت بتاعنا يطلع ب 5، يبقى اللينس من اي لحد دي
لاين سيجمنت اي دي تطلع ب 5 سنتيمتر. يبقى اقدر اطبق الرول اقول اي اي تايمز اي بي ايكوال دي اي تايمز اي سي. let AE 5 times EB equal DE كانت ب 5، نطلع نعمل فيثاغورس بتاع 5 سنتيمتر times EC كانت موجودة ب 4 سنتيمتر. اوكي يطلع EB equal 4 سنتيمتر. جبنا the length of EB طلع ب 4 يا مستر. نقدر نجيب اف بي نقول 4 minus 3 equal 1. then the length of a of اف بي لو عايزة equal 1 سنتيمتر. يبقى ناخد letter B الإجابة بتاعتنا. تمام اهم حاجه تاخد بالك من الرول كويس جدا وانت بتشتغل. ده تاني عشان اللي مش واخد باله. ED times EC equal EA times AB. ليه كل ده؟ لان عندي ال A وال B وال C وال D lie on the circumference of the circle. طالما lie on the circumference of the circle يبقى انت هتعمل times للبارت الاول والبارت التاني للكورت اللي عندك لما يتجزأ. يبقى تو بارتس، البارت الاولاني والبارت التاني تعملهم تايمز. يعني الكورد اللي عندك لما يتجزأ تعمل تايمز بتوين بارت الفيرست بارت والسكند بارت. اوكي شوف نظر اكزامبل. if the two roots of the equation 4x bar 2 minus 12x plus c equals 0 are real and equal then c equal. احنا عارفين الرول بتاعنا، شايفين يا شباب؟ طبعا عارفين ان b باور 2 ناينس 4 ac equal 0، لان قال لي هنا الرول اللي عندك هنا ايه الروتس are real and equal. طالما real and equal يبقى انت عندك b باور 2 ناينس 4 ac equal 0، لان انت عندك هنا ايه يا اولاد؟ قال لك equal real and equal يبقى equal 0. عندنا ال a هنطلعها 4 وعندي ال B بنيجاتيف 12 وال C كانت كونستانت اللي عندي في الإكزامبل. يعني هنا ال C هنعوض عنها هنا تبقى ثابتة يعني مش موجودة، يعني ال A كونستانت زي ما هي. فاحنا هنعوض في الإكزامبل اللي عندي، يعني نشيل يعني يا ولاد ال X دي ونعوض مكانها let X 4، لأن الإيكويشن كانت هنا 4X باور 2 minus 12 x plus c equal 0. يبقى ناخد بالنا ان ال a دي بتساوي equal 4 وال b بتساوي negative 12 وال c ثابتة عادي. يبقى هنيجي بعد كده للرول بتاعنا اللي هي b power 2 minus 4 a c equal 0. يبقى 12 power 2 equal 12 minus 4 times times مين؟ times ال a اللي كانت ب 4 برضه، يبقى 4 times c equal 0. بعد كده يبقى 144 equal 16 c because it's negative يبقى اديها by right hand side negative positive. يا ولاد نعمل divided by 16 يبقى c equal 144 divided by 16 دي equal a equal 9. يبقى c equal 9 يبقى result بتاعي ب 9. يبقى دايما ناخد بالنا طالما قال لي في الاكزامبل two roots of the equation are real and equal يبقى دايما b power 2 negative 4 a 3 equal 0. حافظينها كويس جدا. وبعدين بناخد من الاكويشن اللي عندي ال a بتبقى 4 وال b ب negative 12 وال c موجوده معايا. انا عايز اجيب ال c يبقى انا هعمل lie in the equation by a equal 4 وال b كانت 12 وال c كانت constant عندي. عايز constant اللي هو c اجيبه من الريليشن اللي عندنا ونقدر ان احنا نخلص المساله اكزامبل ونطلع ال c بسهوله. اوكي another example يقول ان the opposite figure عندنا هنا سيركل، عندنا كورد اي بي انترسكشن كورد دي اي at the point e and the line segment of de equal x minus 1 and e ec equal x minus 1. خد بالنا يبقى line segment de x plus 1 و e
سي اكس بلس 1 اي اي ايكوال 3 سنتيمتر ان بي اي ايكوال 8 سنتيمتر. We can find the result by find the relation between two chords ED and DC intersection and point اللي هي الE. We will find the result by write the rule DE times EC equal AE times EB. Because two chords intersection at one point on the circle, then DE times EC equal AE times EB. Okay, it's very easy. You must know the real to find the result. Okay, DE times EC equal BE times EA. So DE let x minus 1 and EC x plus 1 equal عندنا BC كانت بكام اللينس بتاعها ب 8 و EA اللينس بتاعها ب 3 يبقى 8 times 3 equal 24. هنا نقدر نجيب الاكس يا حبايبي شباب، يبقى اكس باور 2 نيجاتيف 1 equal 24 because 3 times 4 equal 24. So x power 2 equal 24 plus 1 equal 25. So x equal root of 25. The root of 25 equal 5 centimeter. It's impossible to find the length by negative. So x equal positive 5 centimeter. كده نكون الاكزامبل معانا الريزلت بتاعه طلع ب 5. يبقى تاخد بالك كويس جدا من الرول الاكزامبل. تعال نشوف another example. If b power 2 minus 4 ac less than 0 in the equation x plus 1 power 2 equal 0 r equal هنا وصلنا لتر 3 number 3 اولاد شايفينها. The solution of the equation x plus 1 power 2 equal 0 in r طبعا تكون a negative 1 in any number. تعال نحلها كده مع بعض. يبقى ناخد الروت اللي عندي by right hand side and left hand side. So x plus 1 equals 0, so x will be negative 1. So the solution is the equation x plus 1 power 2 equals 0 in r equal negative 1. And ناخد letter b. question اللي بعده question number 4. If b power 2 negative 4 ec less than 0 in the equation x power 2 a x power 2 plus b x plus c equals 0, this is the solution of the equality a x power 2 plus b x plus c less than 0 is negative is only negative. طب انت عندك هنا الاكزامبل لاحظ ان هو قال لك b power 2 minus 4 a c less than 0. يبقى الدروب بتاعتنا للكيرف لما نيجي نعمل لها دروب خد بالك ان الايه هنا نيجاتيف. طب لو كانت بوزيتيف تبقى عامله ازاي؟ ها البوزيتيف هتبقى الكيرف بتاعنا بالمنظر ده. تعالوا نشوف النيجاتيف والبوزيتيف. شايفين الحل بتاعنا هيبقى كده لان الايه هنا نيجاتيف فلازم الكيرف يبقى كده. طب لو كان بوزيتيف كان هيبقى العكس كان هيبقى فوق مرسوم فوق ماشي. هنا under the straight line of x according ال x يا ولاد يبقى دايما الريل اللي عندي مهما البوينت اللي عندي تبقى موجوده الايمج بتاعتها بتكون نيجاتيف. يبقى الريزلت بتاعتنا هناخد r. يبقى السوليوشن للايكواليتي اللي عندي دايما دايما هتكون الريزلت بتاعتنا نيجاتيف. دايما الريزلت بنيجاتيف الايمج بيكون نيجاتيف. يبقى لما يقول لي b power 2 negative 4 ec less than 0 يبقى احنا drawing كده تبقى تحت. ليه يا مستر؟ لان قال لي a is negative قال لي في الاكزامبل a negative طالما negative يبقى الدور كده خلاص. تبقى less than under زي مثلا under the c تبقى negative اوكي لانه قال لي a less than 0. طب لو قال لي a more than 0 ها هنعملها ازاي؟ هتبقى فوق ال straight line اللي هو according بتاع الاكس ايوه كده تمام. شايفين يا ولاد
كيرف يبقى فوق، فكله هيبقى فين؟ في البوزيتيف. في الحالة دي ده لو كان طالبها بوزيتيف كانت برضه هتبقى الريل بتاعنا، تمام؟ يبقى السوليوشن ار في الحالة الأولى أو الحالة التانية، تمام؟ سكند أو فيرست يبقى دايما بناخد إيه؟ بناخد ال ار. السوليوشن السوليوشن بتاعتي الإيكواليتي اللي عندي بتكون دايما إيه؟ ار، سواء ال A كانت بوزيتيف أو نيجاتيف، لأن عندك ال B باور 2 ماينس 4 إي سي ليزان 0. فهمنا؟ مهمة جدا الفكرة بتاعت الإكزامبل دي، خلاص؟ تركز عليها. طالما قال لك إن ال B باور 2 نيجاتيف 4 إي سي ليزان 0، يبقى تاخد يا إما الدروينج ده أو الدروينج ده. إمتى نعملها الدروينج اللي فوق؟ لو كان في الإكزامبل إن ال A ليزان 0، إمتى نعملها هنا دروينج الرسمة دي؟ نعمل إيه يا أولاد؟ لو كان ال A مور ذان 0، تمام؟ ففي الحالتين هو عايز السوليوشن، سيت اوف سوليوشن انيكواليتي اللي عندي كلها اي اليمنت في الار لايمج، لايمج موجوده. فهو بيسالني هنا السوليوشن هيبقى ايه بقى؟ السوليوشن كله هيبقى ار، لان كل الستريت لاين لايمج، كل اليمنت في الستريت لاين هيبقى له ايه؟ اليمنت على الكيرف اللي عندك، سواء بقى كان بوزيتيف او نيجاتيف، تمام؟ ناخد بالنا. طيب letter question B all space are similar، طبعا all squares are similar، كل square بيكونوا similar. تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده. عندي circle وفيه tangent AB، وعندي هنا ED the ray EC 5 سنتيمتر AB perpendicular MB ال R موجودة، and the square root of power a to m power a to m. okay، لاحظ ان square يعني e b equal square root power a to m، ماشي؟ دي نكون حافظينها يا شباب. هنستنتج ان a b power 2 E B power 2 equal 5 X times 5 times 8. يبقى E B power 2 tangent اللي عندي power 2 equal E C times A D، يبقى 40، يبقى result عندي 40. طب هو طالب مني في الاكزامبل عايز باور A to M، باور A to M تبقى 40 برضه. امال امتى ناخد الروت؟ لو كان عايز ال E B بس، لو قال لي find E B، لو قال لي اي بي يبقى الاي بي ايكوال 2 روت اوف 10. لكن هو في الاكزامبل اللي عندي كان عايز ايه يا مستر؟ عايز باور اي تو ام، يبقى باور اي تو ام تبقى ايكوال ايه يا مستر؟ تبقى ايكوال 40. يبقى ناخد الريزلت بتاعنا، هناخده ايه؟ 40. فاهمين؟ يبقى ده الايه الريزلت اللي عندي، يبقى الريزلت بتاعي بناخده ايه؟ 40. فاهمين كده؟ دي كانت فكره الاكزامبل اللي عندنا. شوف another example، نكمل مع بعض الاكزامبل اللي عندنا. يعني هو كان طالب باور A to M، باور A to M ما تبقى ايه يا ولاد؟ تبقى 40. ما ننساش الاكزامبل اللي فات، مهم جدا ونركز عليه في الستيب بتاعنا. نكمل مع بعض يا ولاد الاكزامبل. In the other figure نكمل مع بعض الاكزامبل. نقول ان بندل swimming through an angle of 60 degree if the length of the string is 12 centimeters then the length of the circular path covered by the random equals. طيب احنا عندنا ال r هنا equal 12 سنتيمتر وال theta degree equal 60 degree. عندنا ال عارفين ان هي theta راديان تايمز راديوس، فلازم ناخد بالنا من الريليشن ان سيتا ديجري ديفايدد 180 ايكوال سيتا راديان ديفايدد باي. ده رول مهم جدا ناخد بالنا منه لما نيجي نحل الاكزامبل يا شباب. يبقى تاني عندنا هنا الار راديوس ايكوال 12 سنتيمتر والسيتا ديجري كان 60، وعندي ال ايكوال سيتا ار تايمز راديان تايم راديوس.
سيتا ديجري اوفر 180 ايكوال سيتا راديان ديفايدد باي. ده الرول مهم جدا لما نيجي نحل الاكزامبل. طيب نبدا بعد كده نكتب مكان السيتا ديجري 60 تمام. وعندنا هنا سيتا راديان ديفايدد باي سيتا راديان ايكوال 60 تايمز باي ديفايد 180 ايكوال باي اوفر 30. جبنا كده سيتا راديان اللي عندي، اقدر اجيب ال او ال ايكوال سيتا راديان اللي احنا طلعناها اللي هي باي اوفر 3 تايمز 12 ايكوال 4 باي سنتيمتر. نظر اكزامبل الاجابه بتاعتنا بي. يبقى ناخد بالنا من الرول ان ال ايكوال سيتا راديان تايمز الراديوس. شوف الاكزامبل اللي بعده، عندنا هنا بي اي بارلل ذا اوبزيت فيجر يا اولاد، اي بي بارلل دي سي، وعندي بي ام ايكوال 2 سنتيمتر. نعمل درون كده الفيجر قدامنا، بي ام ايكوال 2 سنتيمتر اند ام 8 ايكوال 2.5 سنتيمتر، ام دي ايكوال 6 سنتيمتر. ناخد بالنا في الاكزامبل دي ام ايكوال 6 سنتيمتر، وعندي اي ام ايكوال 2.5 سنتيمتر او 2.5 سنتيمتر، وعندي الام سي مش عارفينها. نقدر نعمل هنا ريشيو لان عندي تراينجل بي ام اي سيميلر تو تراينجل التاني اللي هو سي ام دي، يبقى اقول له 2 اوفر اكس ايكوال 2.5 اوفر 6. نعم كروس، ناخد بالنا يا اولاد لان في سيميلر بتوين تو تراينجل اللي عندنا تمام. يعني 2 اوفر اكس ايكوال 2.5 اوفر 6 ماشي. So x equal 2 times 6 divided 2.5 يدينا الريزلت اللي عندي 4.8. بعد ما نعمل simplest example اللي عندنا يديني 4.8 okay. تمام، تعالوا نشوف example اللي بعده question 30. If 2i is a root of a quadratic equation x power 2 plus ax plus b equal 0 where the coefficients of its terms are real numbers then all the following are true except كلهم true ما عدا واحدة. طبعا الفيرست يا ولاد لما يكون عندي the other root الروت الاولاني ذا فيرست روت 2i يبقى الاذر يبقى نيجاتيف 2i يبقى الليتر اي صح، لان دايما بنغير الايه ان الاي الساين بتاعت الاي اللي عندنا، يبقى هنا الاي 2i يبقى الثانيه بنيجاتيف 2i. طب ليتر بي بيقول لي ذا سام اوف روتس، سام اوف روتس اللي عندي لاحظ ان السام اوف روتس اللي عندنا نقدر ان احنا نجيب الريزلت بتاعها. الريزلت هنجيبه ازاي؟ نعمل addition between 2i and negative 2i. يبقى التانية نظر اكزامبل. يبقى احنا يا ولاد الخطأ عندنا مين؟ لاحظ ان الأولى هتبقى صح والتانية الأولى ترو والتانية تبقى ترو، لكن التالتة product of the roots لما نعمل times between 2i and negative 2i الريزلت اللي عندي مش هيبقى بنيجاتيف 4،
الريزلت عندي هيطلع ب 4 بس. تعالوا كده نعملها، لان احنا عارفين ان i باور 2 ايكوال نيجاتيف 1، فيبقى الريزلت اللي عندي نيجاتيف 4 i باور 2 ايكوال 4، لان ال i باور 2 دي بنيجاتيف 1. تمام، فيبقى الريزلت عندنا هيبقى 4، فيبقى الليتر سي مظبوطه. الليتر سي الاجابه بتاعتنا اللي اخترنا اللي هي ايه، اكسبت، يبقى كلهم ترو ما عدا الليتر سي. شوف الاكزامبل اللي بعده. In the object figure and the AC bisect angle of triangle ABD internally and the outlet AD perpendicular AC and the BC equal 4 cm with CD equal 3 cm and then the ratio between the BE and ED. طبعا خد بالك انت عندك interior bisect اللي هو الـ AC ده، انترور بايسكت، وعندي اكسترور اللي هو الاي بي. دايما الانترور والاكسترور بيبقوا بيرنديكولار، عشان كده احنا عرفنا ان الاي اي لاينز اوف سيجمنت اي اي اللي عندنا دي بتكون اكسترور، يعني بايسكت اكسترور. خلاص، يبقى في انترور وفي اكسترور، دول بيرنديكولار. تمام، نعمل دروينج. نقدر نجيب الريشيو بتوين اللاين سيجمنت اللي عندنا، يعني نقول له بي اي تو اي دي، ده هو طالبها. طيب احنا هنحلها ازاي يا مستر الاكزامبل؟ طالما اي سي بايسكت ذا انجل اوف اي، يبقى اقدر اعمل ريشيو بتوين اي دي اند الاي بي، يعني اقول اي دي اوفر اي بي ايكوال دي سي اوفر سي بي. تمام، يبقى احنا كده نخبي الاكسترور عشان ما نتلخبطش، ونقول له اي بي اوفر اي دي ايكوال لاين سيجمنت اللي عندي اللي هي سي بي اوفر سي دي، تبقى 4 اوفر سي بي. يبقى تاني يا اولاد شباب، اي دي لو عملتها على اي بي هاخد 3 اوفر 4، لكن لو قلت اي بي، لو قلت اي بي على اي دي اقول الريشيو اللي عندي 4 اوفر 3. طب انا لو خدت الاكسترور بقى يا شباب، لو خدنا الاكسترور يا مستر، شايفين الاي اي اكسترور عندي اهو، يعني اقول له اي بي اوفر اي دي ايكوال بي اي كلها على اي دي ديفايدد، يعني ماشي. مهم جدا الستيب ده يا ولاد. خلاص، يبقى تاني ما نيجي ناخد الاكسترور والانترور، ناخد بالنا ان احنا بنجيب ريشيو بين الايه، بين السايد اللي هو اي بي والاي دي في الحالتين، سواء اكسترور او انترور. يعني اقول له اي بي اوفر اي دي اقول له 4 اوفر 3، اقول له اي بي اوفر اي دي اقول له دي اي كلها فروم دي لحد اي اوفر اي دي. لازم تاخد بالك من الريشيو. طب لو سويناهم ببعض ريليشن 1 وريليشن 2 ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هتبقى الريشيو موجوده، لان انت عندك 4 اوفر 3 هتبقى بي اي اوفر اي اوفر دي اي. هو كان طالب في الاكزامبل عايز الريشيو بتوين بي اي اند اي دي، يبقى بي اي اوفر اي دي يطلع 4 2 3. فما نتلخبطش بقى واحنا بنحل الاكزامبل يا حبايبي، ماشي. يبقى الإجابة بتاعتنا لتر دي، منختارش بقى لتر اي سي. يبقى انت حليت المسألة وتعبت فيها وفي الآخر جيت اخترت تخلط، لأ ركز للإكزامبل كويس جدا وإيه وانت بتحل. شوف الإكزامبل اللي بعده. نوصل للكويتشن اللي بعده 32. اف اف اوف اكس ايكوال اكس بلس 2 وير اكس بولينج تو انترفال نيجاتيف 4 اند 3 زين اف اوف اكس از بوزيتيف 8. يبقى انت لازم تجيب الروت اللي عندك للايكويشن، تقول اكس بلس 2 ايكوال 0، يعني الروت اللي عندك يبقى بنيجاتيف 2، يبقى باي رايت هاند سايد بتبقى ساتش ذات ذا ساين اوف اكس اند
ليفت هاند سايد تبقى للانفيرس للساين اللي عندي، يبقى انا بوزيتيف ولا نيجاتيف. ونشوف الانترفال بتاعي، خد بالك هو في الاكزامبل قال لي فروم نيجاتيف 4 تو 3، يعني هو فينا اكزامبل، يعني حدد لي الاكزامبل، حدد لي الانترفال اللي عندي في الاكزامبل يا اولاد. خلاص، فانت لما تيجي تحل تقول نيجاتيف 4 تو 3، وهنا النيجاتيف 2 روت بتاعك بينهم بتوين زين. هو عايز ايه؟ عايز في الاكزامبل يا مستر عايز البوزيتيف، فانت عشان تاخد البوزيتيف فين البوزيتيف عندك هنا اللي انت رسمته اللي هو بتوين نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 2 اند ايه؟ نيجاتيف 2 اند 3. يبقى الانترفال دي شايفينها الريجن دي يا اولاد هي اللي هناخدها، بس نعملها اوبن من نيجاتيف 2 لحد 3 تبقى اوبن. خلاص ما نتلخبطش بقى واحنا ايه بنحل الاكزامبل ده. طيب انظر كوتشن نشوف اللي بعده عندنا هنا. يقول لي احنا وصلنا لايه يا اولاد؟ ركزوا كده معايا. كوتشن 9 find the value of theta where theta lies on 0 degree and 90 degree, theta more than or equal to 0 and less than or equal to 90 degree, find tan theta plus 20 equal cotan 3 theta plus 30. عايزين find the theta، عايزين نجيب الثيتا يا ولاد. طيب احنا عارفين ان التان لما تساوي الكوتان، يعني الريشه بتوين التان والكوتان الانجل اللي هنا والانجل اللي هنا بيكون السمشن بتاعهم 90 ديجري، ده حافظينها. يعني انت فكره الحل الاكزامبل اللي عندي تاخد ثيتا بلس 20 بلس 3 بلس 30 تقول لهم ايكوال 90 بس، يبقى انت هتاخد الانجل الاولى والانجل الثانيه تعمل لهم ايه؟ سمشن. يبقى الفيرست والسكند اعمل لهم سمشن يديني 4 ثيتا بلس 20 بلس 30 ايكوال 90، يعني 4 ثيتا ايكوال 90 minus 50 equal 40, so we will divide by 4, so for theta equal 10 degree. خلاص يبقى عملنا divided by 4 يبقى theta عندي 10 degree. تعال نشوف question اللي بعده. So the figure represents the curve y equals 3 sine half x, then the x according of the point P is. عايزين في المسألة عايزين نجيب x according of the point P. Example يا ولاد y equal 3 sine half of x. عارفين الماكسيمم والمينيمم بنجيبهم من كوفيشن الساين اللي عندي. أول هاف هنا نقول نجيب absolute value الهاف اللي عندي نعملها في الدينوميتور، والنوميتور نقول له 2 باي، يبقى 2 باي over absolute value of coefficient of x, so 2 باي over half equal 4 باي. Then the x according of the point P اللي عندي تبقى ايه يا ولاد؟ هنا باي 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 3 باي 4 باي، ناخد 4 باي تمام، لانه قال لي هنا ساين ايكوال هاف اوف اكس. احنا ناخد بالنا ان هي بتعمل ايه؟ ريبيتنج، وتيجي نفس البوينت بتاعنا اللي هي الزيرو بعد قد ايه؟ 4 باي، لانه قال لي في الاكزامبل هاف اوف اكس. فالمفروض ان الكوفيشن هنا يبقى ايه؟ يبقى 2 باي. طب مين اللي نعمله تايمز الهاف يديني 2 باي اللي هو 4 باي 4 باي. يبقى تاخد بالك 4 باي تايمز لو شلت الاكس يعني وكتبت مكانها 4 باي هيبقى الساين الثيتا بتاعتها تبقى 2 باي. دي تفكير تاني غير التفكير اللي احنا عملناه هنا، عملنا بالرول كده، ممكن احلها بايه؟ بالقاعده اللي ستيفن خدها. نشوف بعد كده
11 والسيك اوف كوزاين كوزاين باور نيجاتيف 1 0 ايكوال سبيس. فيرست ستيب هنا اولاد بنجيب كوزاين نيجاتيف 1 الزيرو لازم نعرفها. طيب احنا هناخد بالنا من الفيرست والسكند والثيرد والفورث كوردينيت اللي عندي هنا. يونت سيركل برضو عارفينها، لو عملنا اليونت سيركل في الاكزامبل هتبقى البوينت، تعالوا نرسمها كده يا شباب، نعمل السيركل هنا البوينت بتبقى 1 and 0، بوينت اللي بعدها 0 and 1، بوينت اللي بعدها negative 1 and 0، والبوينت اللي بعدها 0 and negative 1. هو عايز كوزاين نيجاتيف 1 0. طيب نجيبها ازاي؟ نشوف مين الانجل اللي الكوزاين بتاعتها ب 0. الانجل اللي الكوزاين بتاعتها ب 0 اللي هي مين؟ هنلاحظ ان هي 90 ديجري او 270، شايفينها؟ دي الانجل اللي هيكون فيها الكوزاين، هيكون فيها يا شباب الكوزاين ايه؟ بزيرو. يبقى الانجل هتاخدها 90 او 270 مش هتفرق، فيبقى الريزلت اللي عندك ايه؟ اقول سك، نكتب سك 90 ماشي، نكتب سك 90. دايما في البوينت الاولى الفيرست يا اولاد بتكون كوزاين والتانية ساين. طيب السك اللي عندنا بيكون انفرس لمين؟ سك انفرس للساين. sec 90 degree equal 1 over sin 90 degree اللي هي cosec بتبقى للsin، والsec بتبقى للcosine. يبقى sec 90 degree 1 over cosine 90 degree، عارفين cosine 0 1 over 0 تبقى ايه؟ undefined. يبقى الريزلت عندي undefined. ركز جدا في الاكزامبل ده. يبقى اول حاجه شفنا مين الانجل اللي cosine بتاعتها ب 0 لانها 9، بقى الريزلت اللي عندي sec 90 degree. يبقى مين الانجل اللي الكوزاين بتاعتها ب 0 اللي هي 90 ديجري؟ يبقى سك 90 هي 1 اوفر كوزاين 90، 1 اوفر 0 ايكوال اندفايند. يبقى نكتب اندفايند. اوكي شوف الاكزامبل اللي بعده. عندنا ترينكل اي بي سي، لاحظ ان اي دي بيربنديكولار، اي دي بيربنديكولار بي اف ات اي، اي بي 6 سنتيمتر، وعندي سي بي ايكوال 10 سنتيمتر، وعندي اي بي 6 سنتيمتر. هنا في لاحظ عندنا في الاكزامبل يا اولاد، لو احنا اثبتنا ان الاي دي بايسكت الانجل اوف اي، نقدر ان احنا نعمل كونجروينت للتراينجل اللي هو اي اي اف والاي بي. طب نعملها ازاي يا مستر؟ لاحظ ان لو 9 اوفر 6 هي نفسها 6 over 4، يعني ما اجيب الريشيو بين 9 وال 6 هيديك الريزلت كام؟ 2 over 3، وما اجيب الريشيو بين 4 over 6 هيديك 2 over 3. طيب تاني كده يا شباب عشان اللي ما كانش متابعني، عندنا ال AC كانت 9 سنتيمتر وعند ال AB كانت 6 سنتيمتر. هو قال لي في الاكزامبل ان الدي بي اللاين سيجمنت دي ب 4 سنتيمتر، يبقى انت هتجيب سي بي ايكوال 6 سنتيمتر، تقول له 10 minus 4 ايكوال 6. بعد كده لو انت لاحظت هتلاقي ان 6 over 9 هي نفسها 4 over 6، يطلع نفس الريشيو 2 over 3. طالما نفس الريشيو يا شباب يبقى احنا نستنتج ان ال AD bisect اللي هو الـ array AD bisect is angle of A. خلاص نقدر بعد كده ان احنا
نستنتج ان الترينج الاولاني اللي هو AEB ها بيكون congruent للترينج التاني اللي هو EF. AEF طالما بيبقوا congruent يا مستر يبقى احنا هنستنتج ان AF اللاين سيجمنت AF ايكوال لاين سيجمنت AB. تمام، يعني هيكون ال AF ب 6 سنتيمتر، يعني ال FC اللي عندي اللاين سيجمنت اللي هنا هتكون بكام؟ 3 سنتيمتر. تقدر بقى تجيب ال area of triangle ABF to area of triangle CBF، لان الاثنين يا ولاد التو تريانجل بيكونوا عندي فيهم نفس الانجل، يعني فيهم كومن انجل هي البي، والاي بي اللي هي البيس للتريانجل الاول والاف سي للتريانجل الثاني at the same straight line. يبقى لما تيجي تجيب الريشيو هتقول له 6 divided by 3 او 6 to 3 اللي هي 2 to 1، يبقى الريشيو 2 to 1، يبقى الاريا لل ABF twice the area of triangle FBC. نشوف كده الستيب مع بعض. يبقى احنا استنتجنا ان ال AT هنا يكون بايسكت لل الانجل A. تمام، bisect angle A. So the triangle اللي عندي اللي هو AEF congruent to triangle AEP. دي الستيب يا شباب. هنعمل رسمة تانية برضه عشان تكونوا شايفين الرسمة واضحة، لأن هنا التراينجل مش زي التراينجل اللي موجود بالظبط على الشاشة، لأن لازم يكونوا الاتنين ايه، يكونوا congruent. فاحنا هنعيد بس الرسمة تاني كده عشان تبقوا شايفين. ماشي، هنوصل هنا مع بعض كده تكون اتعدلت شوية الرسمة. تمام، وهنا البربندكلر هنا الايه هنا، فعندك تو تراينجل اهو، هنا بربندكلر شايفين زيها بالظبط، يبقى هنا بربندكلر برضو، هنا رايت انجل وهنا رايت انجل. هنلاحظ ان لاين سيجمنت اللي هي الاي اف كلها تبقى بسكس زي ال AB، لأن ال AB هتبقى congruent ال AF. عندك AE perpendicular FB. يبقى طالما في عندك line اللي هي AE perpendicular FB يبقى انت عندك triangle على الشمال و triangle اليمين، بيقول الاتنين ايه congruent. نقدر بقى نجيب الريشيو between area of triangle ABF and triangle ACB، تطلع 6 over 3 2 to 1. ماشي، يعني التو تراينجل يا ولاد احنا عندنا في كومون فيرتكس، عندنا فيرتكس بي كومون between them، وعندي the base AF and the base FC at the same line segment AC. The ratio is 6 over 3 layer 2 to 1. The ratio 2 to 1. Another example. هنا the angle with which are minus 120 lies to a quadrant عايزين نعرف مكانها. لو احنا خدنا بالنا ان 120 تقع فين؟ lies on third، يعني لو جينا هنا زي الاورز بتاعتنا الساين بتاعتنا نيجاتيف
يبقى الدايركشن نازل تحت كده يا ولاد، هناخد فين؟ في الثيرد. تمام، يبقى الثيرد هنا. طيب في انذر ستيب ممكن نقول نيجاتيف 120 بلس 360 ونشوف الريزلت اللي عندنا. الريزلت اللي عندنا هيكون 240 lies on the third roundabout، يعني انذر ستيب غير الاولانيه. يبقى احنا ممكن ان احنا نشوف الدايركشن بتاع الانجل اللي عندي نيجاتيف، يبقى نقلب يعني الشكل يا ولاد من تحت من هنا وناخد ايه الاتجاه بتاعنا كده باي زاورز. اوكي الهاند لاورز بقى ايه لاسفل. تعال نشوف اللي بعدها، الاكزامبل اللي بعده. In the audit figure, if DE parallel BC and the area of triangle ABC equal 9 cm bar 2, then the area of triangle ADE equal space cm bar 2. لاحظ عندك two triangle AED and triangle ACP. أنا نجيب الريشيو بلاد بين area of triangle اللي هو EBC EBC شايفينه كان ب 9 سنتيمتر طيب احنا هنا حليناها على اساس ان هي الانجل اللي هي ايه ABC ب 9 ديجري. شوف اكزامبل تاني، شوف الاكزامبل التاني شباب. هنا بيقول لي ايه في التمرين؟ هنحل بقى الترينج اللي بعديه ده، ماشي، اللي هو اخر واحد تحت ده. عندي هنا لاين سيجمنت اي سي ايكوال 8 سنتيمتر، وعندي اي بي ايكوال 6 سنتيمتر، بي دي ايكوال 3 سنتيمتر. فايند ذا لينث اوف اي دي. طب عشان اجيب الاي دي لاحظ ان عندك بايسكت، يبقى تقول 3 اوفر سي دي ايكوال 6 اوفر 8، وتطلع السي دي باي رول بتاعتك، يبقى 6 اوفر 8 ايكوال 3 اوفر سي دي. سو سي دي ايكوال 3 تايمز 8 ديفايدد باي 6 ايكوال 4 سنتيمتر. يبقى احنا جبنا يا اولاد سي دي ايكوال 4 سنتيمتر. اوكي نقدر بعد كده ان احنا نجيب الـ AD من الرول بتاعتنا، يعني عندنا الـ AD equal square root 6 times 8 minus 4 times 3. مهم جدا الرول ده، واحنا بنحل الـ example نكون حافظينه عشان تجيب line segment AD. يبقى 6 times 8 minus 3 times 4 equal الريزلت اللي عندنا هو اي دي سكوير روت اوف 6 تايمز 8 ايكوال 48 اند 3 تايمز 4 ايكوال 12 يو نو ريزلت 36 سكوير روت اوف 36 ايكوال 6 سنتيمتر. يبقى احنا جبنا الاي دي طلع ب 6 سنتيمتر. شوف الاكزامبل اللي بعده، عندنا هنا سي بي كورد. هنا احنا في الاكزامبل اي اي ايكوال 5 سنتيمتر، وهنا دي اي ايكوال 7 سنتيمتر. شايفينها؟ بس نوضح الستيب عندنا.
نقدر نجيب line segment كلها اللي هي CA من right angle triangle، نقول 9 باور 2 بلس 12 باور 2 يديني 225، ناخد square root يديني 15، نكمل مع بعض يا ولاد الإكزامبل. يبقى عندي سي اي ايكوال 15 سنتيمتر. خلاص نقدر ان احنا بعد كده نطبق الرول، هنقول له اي دي تايمز اي سي ايكوال اي اي تايمز اي بي، عشان نجيب اللاين سيجمنت اوف دي سي من الرول بتاعتنا يا ولاد. هنا عندي تو كورد انترسكشن ات وان بوينت، البوينت دي اوتسايد السيركل، يبقى تعمل الرول ده مهم جدا وانت بتحفظه، تقول له AD times AC equal AE times AP. اوكي كمل مع بعض وبعدين نعوض. AD times 15 equal 5 times 12، so AD times AT times 15 equals 60، 60 divided by 15 equal 4، لازم ال AD 4 سنتيمتر. نقدر بقى نجيب السي دي، نقول له length of CD 15 minus 4 equal 11 سنتيمتر. شوف تاني اكزامبل تاني. نظر اكزامبل، تعالوا نشوف الكوتشن اللي ادي معانا. بيقول اف اكزامبل عندي، بيقول اف اي ان بي ان سي ار انتجرز اي بلس بي بلس سي ايكوال 0 اند الاي نوت ايكوال سي، زين ذا روتس اوف ذا ايكويشن b plus c negative a times x power 2 plus c plus a minus b times x plus a plus b minus c equals 0 or عايزين نجيب الايكويشن اللي عندي، نشوف الروت اللي عندنا الايكويشن. طيب فكره الاكزامبل ده ان احنا هنستفيد من الرول اللي هو كاتبها عندي في الاكزامبل، يعني بيقول لي عندي ال A plus B plus C equal 0، يبقى احنا ممكن نعوض يعني مكان ال A B، نشيل ال B C ده ونكتب مكانها نيجاتيف A، بتخلص منها تبقى نيجاتيف A، وعندي كمان نيجاتيف A يبقى نيجاتيف 2 A x بار 2، وعندي C، ايوه C A هنشيلها ونحط مكانها نيجاتيف B تبقى نيجاتيف 2 B x، وعندي ال A plus B equal negative C يبقى negative 2C equal 0. بعد كده بنعمل divided by 2 لكل ال terms اللي عندي، يديني x power 2 x power 2 plus BX plus C equal 0. خلاص مهم جدا تاخد بالك من الرول ده. طب انت وصلت للشكل ده عايز تعمل ايه؟ عايز تشوف الروت اللي عندك نوعهم ايه؟ تايب اوف ذا روتس. لازم الاول تقول بي باور 2 ماينس 4 اي سي، لازم تشوف الريزلت هنا يطلع بكام في الاكزامبل ده، وعلى اساسه هتحدد تايب اوف روت اللي عندك. تعالوا كده يا ولاد، عندنا بي باور 2 ماينس 4 اي تايمز اي، نعمل ايه؟ نشيل البي من الاكزامبل اللي فوق ونكتب مكانها ايه؟ نيجاتيف اي نيجاتيف سي. تعالوا كده، يبقى هنقول let b equal negative a و negative c من الرول اللي فوق دي، يعني هتودي ال a وال c بنيجاتيف الناحية دي، فتشيل ال b وتكتب مكانها.
ماشي، تشيل بي وتكتب مكانها نيجاتيف ايه نيجاتيف سي خلاص، وتيجي للريليشن اللي فوق دي تعمل ايه تعويض، تشيل بي وتكتب مكانها نيجاتيف ايه نيجاتيف سي، نعوض كده مع بعض يا ولاد، يبقى نيجاتيف ايه نيجاتيف سي باور 2 بلس 4 اي سي ايكوال، شوف الريليشن هنا هنفك البارانثيس اللي عندنا، يبقى a باور 2 c باور 2 بلس 2 a c بلس 4 a c equal. هنلاحظ ان 2 a c و 4 نيجاتيف 4 a c، هيبقى هنا الريزلت بتاعتنا نقدر ان احنا ايه نكتبها تاني اهي يا ولاد عشان اللي مش متابعني، هنيجي للبارانثيس اللي عندنا ده نفكه اللي هو ال a minus c شايفينه، يبقى a power 2 plus 2 ac plus c power 2 negative a 4 ac، هناخد ال negative 4 ac مع positive 2 ac يديني a power 2 minus 2 ac equal 0، هناخد الروت لل a والروت للاخير. هنلاحظ ده ان distant relation real، يبقى هي letter b الحل بتاعنا تمام، لان ده كل اللي هو قال لك في الاكزامبل ان a not equal c، فدايما ده هيطلع بوزيتيف، يبقى الريزلت اللي عندي هيكون بوزيتيف دايما، يعني هيكون راشنال ريل. خلاص يبقى الاجابه بتاعتنا هناخد letter b تمام، دايما هيكون بوزيتيف. فهمنا كده يا ولاد؟ اهم حاجه تذاكروا كويس جدا اللي احنا قلنا ده والقواعد، وتبقى عارف ان الريزلت بتاعتك هنا طلعت بيه خلاص للريليشن. شوف نزود الفيجر اللي بعدها، عايزين نجيب اكس، ممكن نستخدم هنا اكليدس، اكليدس عشان نحل، نقول اكس باور 2 ايكوال 9 تايمز 25، وناخد السكوير روت للريزلت اللي عندنا نطلع الاكس. شوف كده فانكشن 18 طبعا هو رايت انجل ترينجل و AD بيربنديكولار CD، نقدر نقول x باور 2 equal 9 times 25 اللي هي 9 بلس 16، واخد السكوير روت اللي عندي واخد بالي ان الاكس هتبقى بوزيتيف دايما، يعني x equal سكوير روت 9 times 25 يطلع الريزلت ايه 15 سنتيمتر للاكس. تعالوا نشوف بقى الرول بتاعت اكليدس عشان كتير بيتلخبط فيها، ده الرول مهم جدا ونحفظه. يكون عندي ترينجل مثلا اي بي سي من الاي دي بيربنديكولار سي بي، يبقى اي بي باور 2 ايكوال دي بي تايمز بي سي، ناخد الهايبوتنس كله يا ولاد اللي هو السي بي تمام، وعندي اي سي باور 2 equal cd times cb، وعندي كمان ال ed power 2 equal cd times bd، لاحظ كمان ان ed equal ac times ep over cp. دي كانت الرول بتاعتنا بتاعت اكليدس، مهمة جدا ناخد بالنا منها ونحفظها شباب. ان شاء الله نكمل مراجعات، لو في اي حاجه اكتبولي في التعليقات تحت ان شاء الله اشرحها لكم. متنسوش الاشتراك في القناه والمتابعه يا شباب عشان القناه تستمر ان شاء الله، بالتوفيق دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.